عمر، بس عمر جميل ومحطات كثيرة بي، بس محطات جميلة. يعني أنا أشكر الله سبحانه وتعالى لين منحني عائلة، عائلة كانت تتميز بالطيبة، تعاون، بالمحبة. يعني كل ما في طفولتي كان برغم ظروف العيش الصعبة، لأن إحنا من عائلة بسيطة وكادحة، لكن كانت الحياة جميلة، علاقات طيبة، الناس اللي حولنا بالمحلة حلوين وطيبين، مجوعين، لأن تروحين تدقين الباب على أي واحد يقول لك تعالي ينطيك الماي وينطيك الطعام، يعاملك مثل ما يعامل أولاده. يمكن هاي ميزة المحلات العراقية في تلك الفترة، ولا زالت أعتقد لا زالت هاي الطيبة العراقية موجودة. فأحيانا التربية والأسرة يكون لها أثر في تكوين الشخصية. لعل يمكن الأسرة اللي البسيطة الآن ربيت بها أم ما تحسن القراءة والكتابة، لكنها عندها عالم، عالم من السحر العجيب، تسولف تتكلم، ولما ما تخلينا نجوع، لأن هي أمي كانت تاخذ إطار وتطرز العبي، العبي الغالية الرجالية تقعد تطرزها، هي شوفوا احنا تطرزها، أمي تروح للتنور تخبز، أمي تروح للتنور تشوي لنا السمك، أمي ما تقعد. وأبويا دائما يفرحنا، قعدنا بالليل حتى لو نايمين أنا وقبولي، قعدنا قعدوا جايب لنا أكل، يعني هو عامل يشتغل عامل، فما يشوفنا بالنهار يشوفنا بالليل، فقعدنا من نومنا حتى نواكله، ياكل اللقمة ويانا. أريد أعرف، والمشاهدين أكيد يأيدوني، تأثير وفاة ورحيل الجدة للبنات على أنوار وآيار. أذكر أني توفت أمي، سمعت أني نايمة كنت وسمعت صرختها، يما عواطف، وأنا في الزيت بسرعة، لأن أنا أمي علاقتي بها كلش عميقة، وكانت دائما من تتعرض لأزمات صحية أنا أنقلها بالسيارة للمستشفى وأنتظرها لحد ما يطوها الأدوية. كنت أروح دائما يوم مستشفى اليرموك، لو أروح مستشفى ابن البيطار، لو أروح المستشفى اللي هي اتحاد الأدباء الخاصة بالقلب أيضا، هي همي يعني كنت أخذها دائما، حتى الأطباء يعرفوني والممرضات يعني الممرضات يعرفوني، صرت يعني ضيفة عندهم بين فترة وفترة، لأن هي كانت تعاني الله يرحمها من أزمات قلبية، الوالد توفى قبلها. فلما صرخت وجيت لها ركض، قالت لي ماما أني ماش فيها، شفتها تعرق، عرفت هاي نوبة قلبية، فبسرعة قعدت أبو نورة، لبس ملابسه وأحرك السيارة، وأني احتضنتها وخليت لها عبايتها وخذتها ورحنا للسيارة. كان أبو نورة ينتظرنا، قرب السيارة وصعدتها، صعدتها يم أستاذ عزيز، وأنا صرت وراها حاضنتها من ورا، وطلعنا للمستشفى. لحظة والتفتت لي، التفتت بنظرة يعني كأنما تقول لي خلاص عواطف أنا رايحة. أنا حسيت بنظرتها، بس أنا كنت رافضة أنه هي نظرتها ما أنساها أبدا، ما أنسى هاي النظرة اللي هي ودعتني بيها، وهي تلتفت وأنا خالة إيدي عليها. أنا حسيت يعني أمي راحت، بس أنا كنت متمسكة بأمل. فلما وصلنا للمستشفى رأسا أخذوها بالثدي، أنا دا أروح الطبيب من عندي لزمني من إيدي، وقا أخذ أستاذ عزيز أخذه ودخله جوا، وأنا بقيت برا أنتظر، ليش ما يخلوني أدخل أشوف أمي؟ فانتظرت شوية ما تحملت، فتحت الباب دخلت، فالطبيب قال لي على كيفك؟ قلت له أمي، قال لي البقية في حياتك. قلت له لا، رحت عليها عانتها حضنتها بوستها جبتها، يعني خلص يعني انتهت. أنا من النوع بصعوبة أبكي، أنا صعبة، بكائي صعب، دمعتي كلش غالية وعزيزة، ما بشيء تتماسكت، لأن أعرف أقبال تخاف تتعلق، متعلقة بأمي كبير، وأعرف البنات متعلقات. فخليتها أمنتها وغطيتها، خليتها يمهم يعني خلوها بالثلاجة، بعديت عليها أخذت عزيز قلت له نجيب البنات من المدرسة. فرحنا للمدرسة، جبنا أول مرة أيار من الموسيقى والبالي، بعدين رحنا على نوار جبناها وخليتهم بالسيارة. فكان لازم أفتح موضوع وياهم وإحنا راجعين للبيت، يعرفون ببيتهم عافوها الصبح، هي ريقتهم وراحوا، يعني قبل قعدتي ريقتهم وراحوا، وشنو ما يلقوها من رجعون صعبة هاي. فحكيت بهدوء وياهم، تم ترى بيبي هيك وضعها وتعرضت لأزمة صحية، وبيبي راحت
قالوا ايار قالت يعني وين راحت؟ شو كنت تجي؟ قلت لها بيبي راحت. قالت لي ادري ماما هي راحت بس شو كنت تجي؟ قلت ماما بيبي ماتت. فاذكر ايار صفنت بوجهي نوره بكت. صفنت ايار بوجهي عافتني وراحت اخذت نستله قامت تاكل بالنستله واقفه برا. فخفت شعرت بقلق شديد. هاي مو طبيعي التصرف. فلحقتها قلت لها ايار انت عرفيش دا اقول لك؟ قلت لي اعرف. يعني هسه يعني انا ارجع الغرفه ما القي بيبي؟ قلت لها ما تلقي بيبي. كنت اريدها اريدها تتكلم، اريدها تنتفض، اريدها تبكي، اريدها تحس. اخاف خفتت عليها، خفت عليها بصراحه. فجت اختها حضنتها وبكت. وقعت من ايدها النستله بكت هي. حضنت اختها وبكت. هذول عفتهم انا، كنت مخابره خالتي سعاد، جتي خالتي سعاد بسرعه وجو تدي العائله كلها التمت قامت تلتم. رحت على قبال. قبال قفلت الغرفه وختلت بيها. دقيت عليها الباب قلت لها قبال اقعدي. قبال حبيبتي طلعي درد احكي وياك. قالت لي ما اطلع. قلت لها قبال طلعي الخاطر درد احكي وياك. قالت لي انا ما اطلع. انا ما اطلع. قلت لها زين خليك خليك هاديه. صحت خالتي قلت لها خاله سعاد ديري بالك قبال انا رايحه. اكو شغلات لازم بسرعه اسويها. فرحت انا والاستاذ عزيز واحنا وديناها غسلناها. كنت انا غسلت لها انا غسلت لها انا غسلت لها انا كبرت انا يعني كلها الحد انا صارت بالتابوت هم وياي خالتي وبعض بنات خالتي لان نقلناها ودفناها. انا جدت فوق راسها كلمتها وحكيت وياها وسلمناها ورحنا. اريد ابكي دموعي ما تنزل ما تنزل. خلصوا وراحوا وصارت ايام الفاتحه وانا ما ابكي. ما ابكي لحد ما كلهم تلموا وخلصوا والبيت وكل شيء انتهى. فرغ البيت